عميل رقم 78. عميل رقم 78. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. خير يا فندم، مش واضح هنا انت عايز الكارد ليه؟ عايزه علاج ولا دواء ولا تعليم ولا ايه بالظبط؟ الصراحة ولا ده ولا ده. امال خير يا فندم؟ انا عايز الفسحة. بس الفسحة دي يا فندم ده انت طالب نص مليون جنيه. يا دوب. يا دوبك يا فندم؟ ده نص مليون، انت هتطلع فين يعني نص مليون؟ لا مش ده اي فسحة. امال ايه؟ ده شهر العسل. شهر العسل. طب يا سيدي ألف مبروك. بس برضو يعني انا مقدر طبعا ان انت فلوسك كلها خلصت في الشقه والعفش والجهاز وده كله، بس ده طبعا يعني شد لك الحال ان انت تاخد كارد. لا ما انا خلصت الشقه والعفش والحاجات دي بكروت برضو. كروت برضو؟ ازاي يا فندم؟ ده واضح قدامي هنا يا فندم ان انت ما خدتش كروت قبل كده اصلا. لا ما هي الشقه كارد على اسم بابا، والعفش على كارد على اسم مامتك، وفي كارد تاني على اسم اخويا. طب بالنسبه لفلوس المأذون مش عايز لها كارد؟ لا ما حوش على جنب. اهم حاجه تعمل حساب الظروف. طب ما تاخد فلوس المأذون برضه تاني، يعني ممكن تكون صرفتها ولا حاجه. لا بص يا فندم، البنك يعني مش يديك حاجه برضه كانك بتاخد كارد. معلش سامحني يعني انا اسف مش هقدر اديك الكارد. ليه المعامله دي؟ عميل رقم 79. تعامل لي كويس. عميل رقم 79. ماشي. 79. ايه ده؟ هو حضرتك بتضحكي ولا بتعيطي؟ لا بعيط. ليه يا فندم بس خير؟ ساعدني بالله عليك، ساعدني لو سمحت ابني بيروح مني. لا اله الا الله. هات يا فندم. خير ان شاء الله خير، بس هو ابن حضرتك بيروح ازاي؟ انا اصلا طالب الكارد علشان فدية. نعم يا فندم، فدية. فدية اصلا ابني مخطوف اللي خطفناه عايز الفلوس. فدية انا علشان كده انا عايز الكارد. عايز الكارد عشان تدفع فدية؟ يعني حضرتك عشان تجيب ابني جاي موظف في البنك عشان تجيب فلوس تدفع فدية وما رحتش الاسم تعمل محضر؟ ما هو الحقيقة بص انا اتلخبطت ومش عارف اعمل ايه، فقلت اجي لحضرتك اهو ما بين النوم. خد الدولار بسرعه. الو انت مين؟ بوليس؟ انت بلغت البوليس يا زينب؟ لا بوليس ايه؟ مدام زينب بس جايه البنك مخصوص عشان تاخد الكارد تدفع لكم الفدي. جدع يا زينب، اصل ده غلط برضه، بس حضرتك برضه شد حيلك كده معانا، اصل الواد زنان قوي عايزين نرجعه له. ايوه بس مدام زينب طالبه مبلغ كبير قوي. كبير ايه؟ ده احنا طالبين فيه 100,000 بس. 100,000 دي طالبة نص مليون جنيه. الله، لا يكونش عندها أربع عيال تانيين مخطوفين؟ لا ده هي أصلا ما عندهاش غير الواد ده ومزهقها أصلا وتقريبا كده عايزة تخلص منه. أطلب منها 100,000 بس مش عارف نص مليون دي جت منين. لا يعني ما خبيش عليك، أنا قلت بقى بما إنها كده خربانة فاخد كارت بقى وأفتح المطبخ على الليفنج جروب أعمله أمريكاني. والله تصدق ان انت ست مجنونه؟ يعني ابنك مخطوف وبيموت وانت كل اللي همك ان انت توضبي الشقه وتفتح الليفنج روم على اوضه النوم ومش عارف ايه؟ بقول لك ايه يا محترم؟ اقتلوا الواد، احرقوا قلبها عليه عشان تحس. يلا في رعايه الله. خد يا ستي. يعني مش هتديني الكارت؟ طب هات الورق. خد الورق كمان اهو. ماشي لا صين قرف الصبح. عميل رقم 80. اتفضل سعادتك. اتفضل.
اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. خير يا استاذ صبر؟ مش موضح انا في الكارت انت عايز ايه بالظبط. حقيقه انا مش عارف اكتب ايه ولا ايه ساعتك يعني. لو حضرتك عايز الكارت عشان دول يا باشا. عشان دول. عشان دول اتفضل. استنى بس اصبر اصبر. استنى بس. واحد سهر. انا فهمت كده. هو انت عايز بس انت تفتح مصنع رطيس فعايز كارد عشان تفتح رطيس؟ ساعتك انا عايز كارد عشان ادفع فواتير الكهرباء والميه. عايز اصرف على البيت. اصرف على البيت يا استاذ صبر. عيب قوي حركات البلد اللي انت بتعملها. حركات ايه ساعتك؟ بص يا عم فواتير السنه كلها وتقول لي فواتير اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ نهار اسود. شفت بقى؟ كهرباء عن شهر 3 بس 8000 جنيه؟ اعمل ايه؟ ليه يا اسطى الصبر موزع على الحياة كله ولا ايه؟ مش عارف. المدام والاولاد الواحد زهق. لا الواحد بعد كده مش دفتر الشيكات عشان يعني الواحد يعرف يسدد الفواتير دي. والله بص يا استاذ صبر انا متعاطف معاك جدا. يعني بس متعاطف معاك. يعني بس المشكله ان يعني كل الحاجات دي كده مش هيديك الحق ان انت تاخد كارد. في لوائح وقوانين انا ماشي عليها. ده كله مش هيديك الحق ان انت تاخد كارد. شيف. لا مش هينفع للاسف. يا استاذ صبري معلش يعني يا استاذ هطلق. انا مش عارف اعمل ايه. انت متجوز ده بدل مش عارف تصرف متجوز ايه؟ الحاله غاليه جدا. شوف ما هو يا استاذ صبري ده كله برضو مش هيجي. يا فندم انا بطلع من بيتي كل يوم ابني يقعد يقول لي بابا انا عايز بونبون يا بابا. بابا انا عايز بونبون يا بابا. مش عارف اعمل ايه. انت ابن حضرتك ده مش تجيب له بونبون. امال انت تعالجه الاول بعدين تشوف الموضوع البونبون ده بعدين. استغفر الله العظيم. بص يا استاذ صبري انا متعاطف معاك جدا. بص انا عندي ليك فكره حلوه. تسيبك الموضوع الكارد ده كده ولم الورق بتاعك ده كده. حبيبي يا فندم. بس سيب الورق ده كده ارميه ولا اعمل ايه؟ لا لمه بس كده. هلمه ازاي؟ سيبك الموضوع الكارد ده. عندي ليك فكرة أحلى وهتجيب منها فلوس أسرع. بجد؟ أنت لازم تجمد قلبك معايا. حبيبي. أمن كده على المكان. حبيبي. اتفضل. إيه ده يا فندم؟ قوم اسرق البنك. عادي؟ أه عادي. اتفضل البس ده على وشي. يلا خلصنا أنا عايز أروح بدري. يلا يا باشا. متلبس إزاي ده أصلا؟ كده؟ وشي. مش لازم انت كده عميل بنك عندنا في اول كاميرات مصورات فمش لازم تمشي. طب متاكد من اللي انا هعمله؟ يا سيدي توكل على الله. انت عايز تصرف على البيت قوم اسرق البنك. ده الحل الوحيد. يلا يلا قوم اسرق البنك. انت مستني عايز اروح بدري النهارده. يلا اسرق تكالك انت اهو. النبي اسدد وانا يعني مديك المساج تعمل بش في بقك كده عشان مش عامل خسايا في المكان برضه. خسايا؟ هات المسدس؟ ركبت المسدس. اطلع بره يا استاذ. اطلع بره. حسبي الله ونعم الوكيل. اطلع. عميل رقم 81. استغفر الله العظيم. عميل رقم 81 وانا لسه هستناه. انا قاعد في السبيكر.